افتتاح الدورة الثانية لمهرجان حساني ميوزيك أند فول. الدورة الثانية بالداخلة تميزت يعني أولا بالحضور المتميز، واستضفنا دورة دولة السنغال ودولة تركيا، وكان التكريم لدولة ساحل العاج اللي كانت شاركت في الدورة الأولى. وهذه الدورة أيضا تتميز بأن غتكون واحد شراكة بين الجمعية اللي حنا نقوم المهرجان يقوم بدعمها، اللي هي جمعية ليبون زوفغ ديكور التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم. هذه الجمعية سوف تعقد شراكة مع جمعية طيبة اللي هي من مدينة الداخلة التي تقودها أيضا امرأة. Immense plaisir pour moi parce que c'est ma première fois à Dakhla et je vois que les gens sont hospitaliers et bien accueillants, donc on est vraiment content d'être là et tout en espérant vous livrer un grand concert avec beaucoup de rythme sénégalais. Bon, déjà Maroc c'est un pays voisin du Sénégal et on a un lien de paix et de parenté aussi parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais au Maroc et il y a beaucoup de Marocains aussi au Sénégal. Et je pense que c'est bien pour nous, en tant qu'artistes aussi, de venir représenter ce jumelage. Et pourvu que ça continue et que les liens se renforcent davantage. مرحبا والسهلة وهلا. طبعا المهرجان يحط الرحال بمدينة الداخلة بعد الدورة الأولى التي. احنا هذو مجموعة من الشباب الحمد لله اللي نحافظوا على الثقافة الحسانية. وجايين بدورنا هذا ان نمثلوا الثقافه الحسانيه بكل النوعين ديالها اللي هو ما هو ثقافي وتقليدي والعصري. وهذه فرصه ان احنا كان مبانو ان شاء الله وحكما عنه خالق مجموعه تبارك الله ما شاء الله من الفنانين اللي جايين برا واللي من الداخل من جميع انحاء المغرب. وهذه فرصه لنا ورانا شاكرين كل ما قام على هذا المهرجان.